مساء الخير. روسيا فاجأت العالم كله خلال الأيام الماضية بأنها قلبت الأوضاع في سوريا، وفاجأتهم بإرسال عدد كبير من طائراتها وقاذفاتها ودباباتها، بالإضافة إلى جنود حقيقيين على الأرض. الطيران الحربي الروسي يجدد قصفه لمدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي ويؤدي خارج الصحراء. يا ترى ايه السبب وراء هذا التحرك الروسي؟ هل هو مفاجئ ولا كان ليه مقدمات؟ هل السبب الاساسي بس او السبب الوحيد هو التخلص من داعش كما اعلن الرئيس فلاديمير بوتين من عدة ايام، ولا عنده مآرب تانية في سوريا؟ الحقيقة ان دراسة الموقف في سوريا، الاهداف الروسية في سوريا، ممكن تخلينا نفهم كتير من اللي بيجرى في العالم واللي ممكن يشكل خريطة العالم في المستقبل. تعالوا مع بعض نحاول نفهم ايه اللي حصل في الايام اللي فاتت وازاي ممكن يشكل مستقبل العالم في السنوات اللي جاية. في 30 سبتمبر اللي فات، يعني من 3-4 ايام، ادى البرلمان الروسي موافقة بالاجماع للرئيس بوتين وللقوات المسلحة الروسية بالتدخل العسكري في سوريا، بناء على دعوة من الرئيس السوري بشار الأسد. وخلال ساعات كانت المقاتلات والقاذفات الروسية وأسلحة أخرى بتوجه ضربات إلى الجماعات اللي هي سمتها جماعات متطرفة، وتحديدا داعش. قطعا الطائرات ديت ما اتحركتش فجأة، يعني النهاردة بمجرد موافقة، لا، الطائرات دي كانت بتجري استعدادات، وكان بعضها اوريدي وصل الى الاراضي السوريه، وموجود هناك في قاعده عسكريه موجوده في اللاذقيه في سوريا من اسابيع فاتت، وتحديدا ابتدت تتجمع عدد الاكبر منها في 21 سبتمبر من نفس الشهر. التحرك دوت اربك التحالف اللي بتقوده الولايات المتحده من حوالي 60 دوله. اربكها لسببين. السبب الأولاني أن طيلة 4 سنوات من الصراع في سوريا، اللي بدأ بانتفاضة بريئة كانوا يعتقدوا أنها ممكن تقود إلى عملية إصلاح محدودة سياسية داخل سوريا، ثم تحولت إلى حرب ما بين الحكومة السورية وما بين جماعات معظمها غير سوري. سلمية سلمية بس سلمية 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 سلمية. ثم امتدت آثار الحرب إلى كامل الإقليم، ودلوقتي بقت حرب جرت أطراف عالمية، جرت العالم كله. أربكت الحسابات الأمريكية ليه وحلفائهم لسببين أساسيين. السبب الأولاني زي ما قلت لحضراتكم، طوال 4 سنوات تقريبا كان المسيطر الأساسي وصاحب الكلمة الأساسية في الحرب دوت هو الولايات المتحدة وحلفائها. دخول دولة بحجم روسيا ومعاها طرفين إقليميين، إيران والطرف السوري بشار الأسد، دوت ممكن يغير قواعد اللعبة هناك. لكن الأخطر من كده إن أدوات التدخل لموسكو في سوريا يضع علامات استفهام عن الأجندة اللي بيحاول يحققها. نوضح بشكل أبسط. الرئيس فلاديمير بوتين قال في أكتر من حوار لما كان في الجمعية العامة للأمم المتحدة من حوالي أسبوع، إن الهدف الأساسي إنه يدعم الرئيس بشار الأسد النظام الشرعي اللي بيراه هو النظام الشرعي في سوريا ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة، خصوصا داعش. يواصل سلاح الجو الروسي دك مواقع داعش في غير منطقة سورية. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن التحولات في مواقف المسؤولين الغربيين وتصريحاتهم الإعلامية لا يمكن أخذها على محمل الجد. ليس لي أي مسؤول أجنبي أن يحدد مستقبل سوريا. هدفه ايه من المسألة؟ بيقول بيعتبر ان سوريا هي عبارة عن جبهة متقدمة يجب ان يحارب عليها الارهاب. اذا لم يحارب الارهاب على الجبهة السورية، الارهاب هيوصل له على ابواب موسكو. اشمعنى موسكو؟ لان في حوالي 2000، ده تقدير الرئيس الروسي، حوالي 2000 من المقاتلين الاجانب اللي بيحاربوا الرئيس بشار الاسد هم في الاصل اما روس أو من الجمهوريات اللي كانت بتنتمي للاتحاد السوفيتي السابق، يعني من دول الجوار اللي موجودة حوالين روسيا، سواء كانت الشيشان، قزاقستان، تركمانستان، دول كثيرة من دول الاتحاد، جورجيا، من دول الاتحاد السوفيتي السابق
ودول الجوار أو بيسموه البطن الروسي. الألفين دول إذا هو ما قتلهمش واحتواهم وخلص عليهم في سوريا بالقطع هيرجعوا تاني عشان يعيثوا فسادا وإرهابا في روسيا. ده الهدف المعلن وده هدف مهم وهدف حقيقي، خصوصا إذا علمنا أن روسيا فيها أن روسيا ودول الجوار فيها أكتر من 20 مليون مسلم، جزء منهم كبير ابتدت تنتشر فيه الأفكار المتطرفة. طيب ده سبب، ده السبب المعلن، لكن هل في أسباب تانية؟ الحقيقة في أسباب تانية، وعلشان كده دوت بيؤكد مخاوف الأمريكان وحلفائهم من التدخل الروسي. قبل ما أقول لكم على الأسباب التانية، تعال نشوف إيه اللي أثار قلق الأمريكان بشدة ودلوقتي وحلفائهم بعد التدخل الروسي في سوريا. إذا كان الهدف اللي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين هو محاربة داعش، بيتوقعوا أن الأسلحة اللي يرسلها تناسب داعش. داعش دي عبارة عن إيه؟ مجموعة عصابات، حتى وإن كثر عددهم، حتى وإن كثر سلاحهم، في النهاية أسلحة لن تتجاوز أسلحة خفيفة وأسلحة إلى حد ما يعني تناسبها طائرات مقاتلة بسيطة، تناسبها طائرات مقاتلة تتعامل مع حرب العصابات. لكن اللي حصل ان روسيا ارسلت انواع كتيرة من الاسلحة اثارت دهشة الناس، عدة اجيال من طائرات SU الشديدة التطور، سواء كانت SU-24 او SU-25 و SU-34، وده ممكن يساعد في حرب العصابات وفي مواجهة داعش. ارسلت بعض اسلحة طائرات التجسس زي IL-20، لكن اللي اثار رعب الامريكان انها ارسلت SU-30. SU-30 دي طائرة شديدة التطور وواحدة من افضل المقاتلات في العالم. الطائرة دي هدفها الاساسي الاشتباك في الحروب الجوية، يعني جو تو جو، بتشتبك مع طائرات في الجو، مقاتلات متطورة زي F-15 الامريكية مثلا او الطيفون البريطانية او غيرها. طيب داعش ما عندهاش بالاساس اي طائرات، لا متطورة ولا غير متطورة، ففيما أرسل هذه الطائرات الرئيس بوتين. الأمر الثاني أنه أرسل صواريخ أرض جو، يعني من نوعية SA-15 وSA-22، وبرضو دي هدفها الأساسي أنها تقاتل طائرات ومقاتلات معادية متطورة في الأجواء السورية وفي غير الأجواء السورية، وداعش ليس لها أي قوات جوية تذكر وليس لها أي قدرات جوية. الكلام ده جعل بعض القادة الأمريكان وبعض قادة حلفائهم من البريطانيين والفرنسيين وغيرهم يقولوا لا، واضح أن الهدف مش أنه يحارب داعش، هذا الرجل له أهداف أخرى وهي أنه يخيف ويرضع القوات التحالف برئاسة الولايات المتحدة، بحيث أنه لا تتدخل في الأجواء السورية إلا بحسابات محدودة جدا، ويحقق من هذا الوجود الكبير أنه يبسط سيطرته من مع حليفه بشار الأسد، بحيث أنه يحول منطقة سوريا إلى فرصة إلى أرض عمليات وإلى قاعدة عسكرية ومنطقة نفوذ روسي يستطيع أن ينطلق منها إلى منطقة البحر المتوسط. شمعنا منطقة البحر المتوسط؟ واقع الأمر أن روسيا اللي هي الوريث للاتحاد الروسي السابق، الاتحاد السوفيتي السابق، محروم من منطقة النفوذ في كامل منطقة البحر المتوسط منذ سقوط الاتحاد السوفيتي وتفككه في عام 91. في ديسمبر من عام 91 أعلنت روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا نهاية الاتحاد السوفيتي، وبعد أيام استقال غورباتشيف لينزل العلم الأحمر عن الكرملين. بل إنه أكتر من كده، لو مدينا الخط على استقامته الاتحاد السوفيتي ثم روسيا الحالية محرومة من حلفاء فضلا عن أصدقاء منذ أن غادر بهم الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، وطرده للخبراء السوفيت وقطعه تقريبا للعلاقاته وعلاقاته وتعاونه مع الاتحاد الروسي الاتحاد السوفيتي في قبل حرب 73. You have been and in some ways are still dependent almost totally on Russia for supplies of arms. And yet shortly before the last Middle East war you kicked out all the Russian advisors. Have you ever regretted doing that? Not at all. Not at all. Not at all, I don't regret it at all, and it has proved to be right. We have done our battle pure Egyptian plan, from planning up to fighting everything.
وقتها كان الرئيس السادات بيعتقد ان اوراق اللعبه 99% من اوراق اللعبه مع الامريكان، والقى تماما بتحالفه وتخلص تماما مع اصدقائه من اصدقائه الروس وركز تماما مع الامريكان. الان الرئيس بوتين بيعتقد انه وقت مناسب للعوده الى المنطقه اللي هيستفيد منها الكثير. لاحظوا ان المنطقه القاعده العسكريه الوحيده لروسيا خارج أراضيها في منطقة الشرق الأوسط هي فقط في روسيا، في منطقة اللاذقية وتحديدا طرطوس، وهي كمان بين قوسين ليست قاعدة عسكرية بالمعنى الدقيق، ولكن يعني قاعدة للإمداد والتمويل، وهي دي اللي بيستخدمها دلوقتي في أنه يحشد قواته وأنه يجهزها لمساعدة بشار ومساعدة وتحقيق أجندته في المنطقة. هل ده بس هو الهدف؟ لا، الحقيقة في كمان هدف ثالث. الهدف الثالث أن الرئيس الروسي اللي مخنوق من العقوبات الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عليه عقابا ليه على تدخله في شبه جزيرة القرم، صوت مجلس الدوما الروسي لصالح تدخل القوة الروسية الموجودة في أوكرانيا عسكريا لاستعادة الأمن والهدوء لشبه جزيرة القرم. لدينا مندوبات فرنسا وبريطانيا دائمان لدى الأمم المتحدة ما وصفاه بالاعتداء الروسي على أوكرانيا. في الكلام دوت في أوائل إبريل أو في يعني في إبريل ومايو 2014 السنة اللي فاتت، يسعى إنه يمارس ضغط على هذا التحالف بحيث يبقى في وضع أقوى للتفاوض بحيث يخففوا هذه العقوبات. العقوبات دي كلفت موسكو الكثير. يكفي إن أنتوا تعرفوا إنه من جراء هذه العقوبات تكبد موسكو مليارات الدولارات نتيجة لعب الولايات المتحدة وحلفائه ومنها السعودية بأسعار النفط اللي هبطت بشكل درامي كبير جدا من أكثر من 100 دولار للبرميل إلى أقل من 40، ففقد روسيا أكثر من 60% من المورد الأساسي لدخله القومي وهو الغاز والنفط. إيه الهدف الرابع؟ الهدف الرابع هو الأهم، أن موسكو تعلم جيدا تماما مثل بكين أن ما يجري في سوريا وما جرى في العراق في أوائل التسعينات وانتهى باحتلال العراق في 2003 ومحاولة احتواء إيران الآن وإجمالي ما يجري في منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة اليمن، كل دي خطوات تمهيدية لهدف استراتيجي كبير خالص. إيه الهدف الاستراتيجي دوت؟ واشنطن وحلفائها من الأوروبيين ومعهم اليابان إلى حد كبير تعتقد أن هناك مواجهة قادمة لا محالة مع القوى العظمى القادمة وهي بكين، يعني الصين وروسيا الدولة العدو القديم. روسيا والصين قطبان كان لهما أثر كبير في تغيير المناخ الجيوسياسي خلال السنوات الأخيرة، وشهدت علاقات البلدين مجموعة من المحطات المهمة. وفي إطار الاستعداد للمواجهة القادمة ديت اللي ممكن تبقى بعد 20-30-40 سنة، أنا بتكلم على مواجهة عسكرية، يجب إعداد ميدان المعركة. وجزء من إعداد ميدان المعركة يمكن أن يفسر كل ما يجري في منطقة الشرق الأوسط. إعداد ميدان المعركة معناه القضاء على كل الدول اللي بيسموها الدول الرافدة أو معسكر الممانعة، يعني معسكر الممانعة الرافد للتحالف مع الولايات المتحدة اللي كان بيقوده مين؟ إيران وسوريا ولبنان ممثلة في حزب الله. خبير غربي متخصص في العلاقات بين سوريا وحزب الله وإيران، الصحيفة أشارت إلى أن الاستخبارات الأجنبية رصدت حركة للشاحنات بالقرب من الحدود السورية اللبنانية. الولايات المتحدة اللي بتعد الميدان أرض المعركة منذ أكثر من 10-15 سنة واستغلت أحداث 11 سبتمبر بأنها تتلكك بالبلدي كده عشان تحقق أجندتها باحتلال أفغانستان، ولم تكن أفغانستان هي من انطلقت منها من قاموا بحادث 11 سبتمبر وباحتلال العراق تحت حجج وهمية ولم تكن طرفا في أحداث 11 سبتمبر، كان هدفها الآتي أنها تسوي أرض المعركة تماما باحتلالها للعراق والأفغانستان ثم القضاء على سوريا واحتواء إيران في منطقة الشرق الأوسط بحيث تكون أرض طيعة تماما لقواعدها العسكرية تدعمها في المستقبل في أي مواجهة عسكرية مع روسيا ومع بكين كموقع استراتيجي وكمصدر أساسي للنفط
فضلا عن وجود طبعا حليف قوي ودائم وهو إسرائيل، والأهم من كل دوت إنها دول ضعيفة لن تقوى على رفض أو مقاومة تنفيذ الأجندة الأمريكية. تطورت الأجندة الأمريكية وصارت أقوى من كده بمحاولة محاصرة روسيا وبكين بقواعد عسكرية في كل العالم، وكان آخرها محاولة السيطرة على أوكرانيا وشبه جزيرة القرم اللي رفضته بشدة موسكو. وفي إبريل 2015 ومايو لاحقا اجتاحت القوات الروسية شبه جزيرة القرم، ما كان ينذر ببداية حرب عالمية ثالثة. اللي بتحاول تعمله موسكو دلوقتي انها تعمل نوع من الكاونتر اتاك، ان انا مش استنى لما اتحاصر في منطقة الشرق الاوسط واتحاصر في شبه جزيرة القرم. بدأت الكلام ده من السنة اللي فاتت باجتياح قواتها لشبه جزيرة القرم، دلوقتي بالتدخل المباشر بقوات كبيرة وبأسلحة كثيرة تسعى من خلالها ان تعمل زي ما احد القادة الامريكان انتبه، مش بس انه يدافع عن بشار ولكن انه يعمل حاجة اسمها انتي اكسس اريا دينايل، منطقة حظر للقوات الاخرى، منطقة حظر جوي، منطقة حظر عسكري تمنع القوات الاخرى في قوات التحالف الامريكي من دخول سوريا الا باذنه، وتمنع اي هجمات اسرائيلية على المنطقة قد تشارك في محاولة تنفيذ الاجندة الامريكية طويلة الامد في بسط سيطرتها على سوريا. الاكثر استفزازا للامريكان ان بعض القادة الروس قبل عملية الضرب وصلوا العراق مش بس سوريا، ونصحوا القادة الامريكان هناك قالوا لهم خلي بالكم احنا نشن عمليات عسكرية، ابعدوا عن طريقنا، خلي بالكم علشان ما تحصلش عملية تصادم، ما يعني انها اوامر غير مباشرة بان ابعدوا عن طريقنا حتى لا تحدث عملية خطأ يؤدي إلى اشتباك ما بين القوات الروسية والقوات الأمريكية. الكلام ده بيعيد بشدة أجواء الحرب الباردة اللي انطلقت من بعد الحرب العالمية الثانية في 1945 وما انتهتش غير في عام 1991 مع سقوط الاتحاد السوفيتي. إيه اللي كان بيحصل في الحرب الباردة؟ إن أحد القطبين الاتحاد السوفيتي أو الولايات المتحدة وحلفائهم اللي يسبق زي ما بيقول المثل البلدي من اللي سبق كل النبأ، يعني يسبق إلى أحد مناطق النزاع ويفرض سيطرته ويدع أصلحته على الأرض ويخلي الطرف الثاني في موقف لا يحسد عليه، لأن تدخله يعني اندلاع حرب ساخنة وليست باردة، فبيحكم عن هذا التدخل، وهذا ما تفعله موسكو الآن دفاعا عن مصالحها. السؤال الهام واللي بيشغل رأي الناس، هل يمكن أن يقود ما يحدث في سوريا إلى حرب عالمية ثالثة؟ نعم، قد يؤدي إلى قيام حرب عالمية ثالثة، بل أن بعض أكثر المحللين رسانة بيقولوا لا، لن يقود إلى حرب عالمية ثالثة، لأن بوادر الحرب العالمية الثالثة قد بدأت بالفعل. كل مشكلتهم إن بيرصدوا الآن حاجتين، نقطة البداية ودي بيتركوها للمؤرخين، هي بدأت بالضبط إمتى؟ مع اجتياح القوات الروسية شبه جزيرة القرم، ولا مع رد القوات حلف الناتو في أوكرانيا بأنها نشرت قوات من حلف شمال الأطلسي على مقربة من أوكرانيا، ولا بدأت بدري شوية مع احتلال الولايات المتحدة وحلفائها للعراق، ولا بدأت إمتى؟ دي قصة هيحكم عليها التاريخ، لكن ما يؤكد الحاضر وما يدركه جنرالات البلدين وجنرالات الحلفاء أن المقدمات قد بدأت، وأن الجميع يضع أصابعه على الزناد، والمسألة ليست بعيدة أبدا. والمشكلة الأكبر أن أيا كان الحرب، أيا كان المنتصر في الحرب التي يصعب أن يكون فيها منتصر، لكن المؤكد أن الخاسر الأكبر في هذه المعركة وهذه الحرب الطاحنة التي لا قدر الله قد تنطلق في أي وقت هي إجمالي دول المنطقة، إذا كانت سوريا أو العراق أو دول الخليج أو مصر، فضلا عن باقي دول العالم. سيناريو الحرب، دور مصر، دول الخليج وسوريا، إن شاء الله يكون موضوع لحلقة أخرى بإذن الله. أشكركم، إلى اللقاء.